المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما لمشغل جسبان. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، وتكون الأمور ديالكم زينة وفي تمام عند جميع السيدات، عند جميع الحبيبات المتتبعات الوفيات أكيد على القناة اللي هي إلهام شنال. الوصفة ديال اليوم ولا الوصفة ديال اليوم بليتو غتكون وصفة مختصة بعلاج الشيب كما هو مكتوب في العنوان وفي الصورة المصغرة أيضا. فوصفة اليوم كما قلت لكم غتكون وصفة لعلاج الشيب في ساعة فقط. نتمنى لنا الاعجاب ديالكم، مكونات فعاله طبيعيه مجربه 100%. كنتمنى ان شاء الله كل سيده جربتها تقول لنا كيفاش جاتها، واش عجبتها ولا لا، واش تواتات معها بلوتو ولا لا. وكل هذه الاشياء اكيد على راسي وعنيا انني نرحب بها. وحتى نتوما سواء السيدات او لا البنات عندكم وصفات طبيعيه يعني لعلاج الشيب، سواء يعني صبغات او لا يعني سائل اللي ممكن نرشوه على الشعر ديالنا وهكذا كيزول لينا يعني الشيب. فخليو لينا كل الوصفات ديالكم مهما كانت النوعيه ديالها في لي كومونتير، وانا شخصيا بدوري اكيد نجرب كل الوصفات. واي وصفه كنلقى ليها نتائج، كنلقى ليها حاجه مزيانه، فاكيد ان شاء الله نجي نبارطاجيها معكم هنا في القناه باش هكذا تكون فائده للجميع. وما نطولش عليكم اكثر من هذا، نمشيو باش نتعرفوا على مكونات الوصفه، طريقه التحضير وطريقه الاستعمال. دونك اول مكون غادي نحتاجوه في هذه الوصفه لعلاج الشيب في ساعه فقط، سنحتاج الى القهوه سريعه الذوبان اللي كتجي بهذا الشكل هذا. فغادي نحتاجو اي نوع من القهوه. بزاف السيدات كيسولوني شمن قهوه كتستعملي، فاي قهوه سريعه الذوبان فممكن تستعملوها. سنحتاج ايضا الى عصير الحامض، مفيد جدا في تثبيت اللون وايضا في علاج الشيب. سنحتاج الى الحنه المغربيه الخضراء، وسنحتاج الى اخر مكون وهو بيضه بالكامل كيف ما مكتوب في العنوان، ببيضه واحده ان شاء الله غنتخلصوا من الشيب. اكيد بيضه كمكون رئيسي ولكن ما يمكنش نستعملوها بوحدها، فضروري ما ندخل لكم معها مكونات باش هكذا تكون خلطه او وصفه طبيعيه يعني فيها مكونات كثر ومتجانسه باش هكذا تعالج لكم الشيب مهما كانت الحده ديالو في الشعر. فاكيد غنحتاجوا بيضه، سواء بيضه بلديه ولا بيضه عاديه، لانه بزاف السيدات كيقولوا لي واش البيض البلدي ولا البيض العادي. الهام شنو هو البيض اللي كتستعملي؟ فغير البيض العادي اللي استعملت انا هنا، ما استعملتش البيض البلدي، لكن ان كان متوفر عندكم فممكن تستعملوا البيض البلدي، غيكون افضل واحسن كذلك. كما كنعرفوا اكيد راه هو كيبقى طب دو طب، ولكن اكيد الا عندنا غير البيض العادي فممكن حتى هو نستعملوه. فهذو هما المكونات البنات، اربع مكونات سهلين مهلين بساط ورخاص، واهم شيء انهم في متناول الجميع. باش ما نطولش عليكم اكثر نمشيو لطريقه التحضير وطريقه الاستعمال. فانا هنا خديت اناء فارغ، غادي كنبدا يعني كنضيف له المكونات تدريجيا. بالنسبه للكميه اللي غنستعمل هنا هي كميه قليله فقط باش نوريكم الطريقه، اما نتوما الا الشعر ديالكم طويل وكثيف فاكيد خاصكم يعني كمية أكبر وأكثر من هذه الكمية اللي استعملت أنا هنا. غادي ناخذ القليل من عصير الحامض، نحاولوا نخلطوا كل هذه المكونات مع بعضهم البعض. غنحاول نزيد نضيف كمية أخرى من الوصفة ونستعمل هاد البيضة هادي بالكامل. ونحاول نخلطو الكل أكيد.
راه هو كنحاولوا البنات نخلطوا المكونات مزيان، حيت البيضه سواء البياض ديالها ولا الصفار ديالها ما كتبيش تخلط بكل سهوله، ضروري ما خصكم تخلطوا مرارا وتكرارا باش هكذا تحصلوا على خليط متجانس يعني متماسك، باش هكذا الوصفه اكيد تنجح معكم في الشعر. غادي نحاول نزيد نضيف كميه اخرى من الحنه، تقريبا غنضيف الكميه المتبقيه عندي بالكامل كما شفتوا. بالنسبه للحنه الناس اللي كتقولي راه كتصبغ باللون البرتقالي في الشعر، الا عملناها بوحديتها اكيد غتصبغ لينا باللون البرتقالي، ولكن نكونوا متاكدين البنات والسيدات ايضا يعني الا وضعنا الحنه وضفنا معها مكونات اخرين وصبغنا بها الشعر سواء الصبغات او لا يعني علاج الشيب، فكونوا متاكدين انه الحنه ما غتصبغش لكم باللون البرتقالي نهائيا. يعني عن تجربه شخصيه وبزاف السيدات يعني جربوا الحنه مع مكونات اخرين والحمد لله ما صدقش لهم يعني داك اللون البرتقالي اللي الاغلبيه الساحقه ديال السيدات ما تيحبوهش وما تيبغيوش. غادي نعاود نزيد نضيف كميه من القهوه حبيبات، الوصفه البنات خاصها تكون عاقده يعني ما تكونش سائله بزاف باش هكذا تجيكم سهله في التثبيت ديالها في الشعر، يعني ما تكونش سائله خاصها تكون عاقده يعني ماشي سائله وماشي عاقده تاني بزاف وانما يعني تكون متماسكه. ونحاولوا دائما نخلطوا المكونات مزيان راه ضروري ومؤكد، بزاف السيدات كيقولوا لي راك كتعطلي يعني في تخلط الوصفه، ولكن راه ضروري ومؤكد انني نقدم لكم الوصفه يعني كامله يعني نشرحها اون ديتاي، ماشي غير نجي ونخلط ونقول لكم راكم غتستعملوها، يعني خصني نوريكم القوام ديال الوصفه بليتو باش هكذا تفهموا اكثر. فالوصفه هانتوما كما كيبان لكم راها عاقده يعني ماشي سائله، يعني الا ثبتناها في الشعر غتثبت لينا بكل سهوله. فبعد ما كتصبح الوصفه بهذا الشكل هذا وكتخلطوها مزيان يعني كما شفتوا خلطتها لو ماكسيموم ديالي، يعني ديك القهوه الحنه البيض ما بقاش كيبان نهائيا، في الاول كان كيبان يعني ما كانوش مخلطين مزيان. فبعد ما كتصبح بهذا الشكل هذا كنطبقوها على كامل الشعر ديالنا وكنركزوا على البلايص اللي فيهم الشيب. من بعد ما كنعملوا هذه الوصفه على كامل الشعر ديالنا ماشي بلاصه اه وبلاصه لا، يعني الشعر ديالنا بالكامل من الجذور حتى الاطراف اولا من الاطراف للجذور، المهم هو الشعر كامل يتعمل ليه يعني هذه الوصفه هذه. من بعد كناخذوا سلوفان وكنغطيو به الشعر ديالنا، ومن بعد كنعملوا واحد الزيف اللي هو رقيق وكنتظروا واحد المده ديال 45 دقيقه 50 دقيقه 30 دقيقه 35 دقيقه على حسب الشيب واش كثير ولا قليل في الشعر، الا كان كثير كنخليوها مده طويله، كان قليل كنخليوها مده قليله. ومن بعد ما كتمر اولا كيمر بلوتو الوقت اللي بغينا كنغسلوا الشعر ديالنا بالشامبو، الا كنا كنستعملوا البلسم فممكن استعماله، ما كناش كنستعملوه ف يعني بلا ما نستعملوه. ومن بعد يعني بعد ما كنغسلوا الشعر ديالنا مزيان كنعملوا زيوت طبيعيه لترطيب الشعر. بالنسبه لهاد الوصفه ان شاء الله منذ اول استعمال غتبداو تلاحظوا الفرق او النتيجه قبل وبعد، واكيد يجب تكرار اي وصفه طبيعيه للحصول على افضل واحسن نتائج كذلك. فبالنسبه لهاد الوصفه كنصح بها مرتين في الاسبوع كاول بدايه لكم في هاد الوصفه هذه لصباغه الشيء او لعلاج الشيء. فأول مرة خصكم تعملوها جوج المرات، وإن شاء الله مع المداومة ممكن تستعملوها غير مرة واحدة في الأسبوع حتى كيتغطى الشيب بالكامل، ومن تماك إن شاء الله ما بقيتوش تستعملوها حتى تحسوا عاوتاني بالشيب يعني رجع لكم الشعر ديالكم.
فكانت هذه الوصفة طبيعية أفضل من الصبغات الكيماوية بمليون يعني الدرجات، يعني رائعة جدا جدا جدا. كنصح بها كل سيدة كتحب الوصفات الطبيعية، كتحب الصبغات الطبيعية لعلاج الشيب مهما كانت الحدة ديالو البنات، سواء شيب مبكر أو لا اللي كيكون قديم ديجا في الشعر. فكنتمنى تنال الإعجاب ديالكم، نتمنى تعملوا لينا بيك لايك لهذا الفيديو، تشتركوا في القناة، تضغطوا على زر الجرس، تابعونا على موقع التواصل الاجتماعي، جميع الروابط في صندوق الوصف ولا في ديسكريبشن بوكس ولا في الباغ دانفو أو لا في صندوقي الوصف. وأيضا ممكن تخليوا لنا تعليقات، الاقتراحات، الاستفسارات، فمرحبا بهم على راسي وعينيا. بطولي نشكركم على حسن تتبعكم لهذا الفيديو، ونشوفكم في فيديو قادم إن شاء الله بإذنه كذلك.